السلام عليكم. دلوقتي هنعمل اكفر في الموديل بتاعنا. هنفتح 2D ويندو كده، هنظهر الهورايزون وممكن كمان نظهر الفولتس موديل بتاعتنا. هاجي بعد كده عند اليوتيليتيز، اوف عند ميك او اديت بوليجون، وهنقوم رسمين البوليجون اللي احنا عايزينه. نقول مثلا من هنا دي المستطيل، ده هو الاريا اوف انترست، ده اللي هو الاكوفر فيه. هنقوم جايين عند السيميوليشن، اقوم ده ميك اكوفر، هقول ان الاريا اوف انترست. هاجي عند الانبوت بين البوليجون اللي انا عملته اهو، هسميه اكوفر باوندري، وبعد كده هنخليه هو ده الاريا اوف انترست. الدرايف دايركشن هخليه ان هو جريد ايجيز. الفيرتيكال اكستنت هخليه اللي هو لغايه سالب 2600، ده اللي هو الاويل ووتر كونتاكت. هاجي عند البروبرتيز، الفلويد موديل اللي هو بتاع الاويل اللي موجود، هنلاقي ان في الفلويدز لايت اويل بلس جاز، والساتوريشن فانكشن نفس الكلام، الساند. وبعد كده هنقول ان الكوليبريم الديتم كان اللي هو نيجاتيف 1600، وبعد كده هقول له اوكي. كده بدأ ان هو يعمل الاكوفر. لو انا دخلت عند الاب سكيل ده هلاقي ان الاكوفر اهو ويندو، لو جيت ظهرت اي حاجة هنا هلاقي ان الاكوفر اهو هو الدرايف بتاعه، الايدج بتاعته اهي، وبقى كده انا عملت اكوفر. ممكن ان انا اشيل بروبرتيز ده اللي هو الجريدز اللي فيها الاكوفر او اللي بيأثر فيها الاكوفر بتاعي.